مفكرة حالك رح تعاقبيني بهالطريقة؟ يعني أنت بدك تقتلي حالك وتحمليني ذنب موتك، مو هيك يا أمي؟ ذنبك بموت أخوك رح يكفيك، مو محتاج لذنب تاني. أنا ما عم بقدر أكل، يمكن لأنه ما بدي أعمل شي ساعدني أعيش من بعد موته. عم حس الأكل عار وذنب كبير ما بدي ارتكبه. انتي ميزتي بيني وبينهم، اخواتي بتحميهم وانا بتتخلصي مني، ليش؟ صحيح قتلت اخي قاسم، بس من وراك انتي. هاي هي حجتك؟ هاد مبررك قدامي؟ كل ما تطلع بالمراية رح تشوف حقيقة روحك البشعة يا مراد. رح تشوف صورة المجرم اللي قتل أخوه بدم بارد. وانتي شو رح تشوفي بس تطلعي بالمراية؟ رح تشوفي فيها وش الشخص اللي قتل مصطفى وفاريا. مظبوط، أنا قتلتهم لأنهم حرضوك ضدي وضد إخواتك، استاهلوا هالمصير، كان لازم يموتوا من زمان. إيه، كان بدي نزلك عن العرش. بس يشهد علي ربي ما كان بدي أقتلك مثل ما عملت أنت مع قاسم. أنا لا يمكن أقتل حدا من أولادي. كان بدي نزلك عن العرش، إيه بعترف، لأنه أنت ما بتستاهل تكون سلطان يحكم هاي الدنيا. العرش بده سلطان، مو حدا مجرم. ومين بيستاهل؟ قاسم؟ ولا إبراهيم؟ أنت ما بدك واحد عنده شخصية، بدك أراجوز، ما هيك يا أمي؟ إياك تقلي يا أمي مرة تانية، إياك. أنا بعمري ما رح سامحك ولا تحلم بذرة رضا مني. بعد ما قتلت قاسم بدم بارد أنا بتبرى منك ليوم الدين مراد. رجع السلطانة قسم على جناحها. الله يخلي لنا اياك يا مولاي. سلطانة، سلطانة، نادوا الحكيمة فورا. سلطانة، سلطانة، تحملي.